هذا ما حدث اليوم. أثناء افتتاح مجمع الشلال التجاري في صنعاء، فقد تم إغلاق أبواب المجمع بعد دقائق معدودة، وذلك بسبب الكم الهائل من الزوار وعدم قدرتهم على استقبال المزيد. عموما مجمع راق جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويلبي كافة الطلبات والطموحات ويفوق التوقعات. صنعاء الأصبحي، شارع المقالة.